أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عسر صحتك ومحدش واخد منها حاجة. صدقوني يا جماعة محدش واخد منها حاجة. وأنا دايما بقدم لكم شهادة تقدير من الشهادات اللي أنا حاصل عليها علشان أنتوا يبقوا عندكم ثقة في الكلام اللي أنا بقوله، تعرفوا إن ده كلام علمي وموثوق وجاي من واحد أكاديمي مش من حد بره الأكاديمية. اللي هي الأكاديمية الطبية يعني. الشهادة النهاردة شهادة تقدير للأستاذ الدكتور ذكي بيوتك، دكتوراه في فرد الأحبال الصوتية بدون مسابق غسيل، سواء كانت هذه الأصوات حريمي أو رجالي، الأصوات المطاطية. الشهادة دي أنا تعبت جدا على ما حصلت عليها. حلقة النهاردة يا جماعة بتتكلم عن الأنف والأذن والحنجرة، ثلاث أجهزة في وش الإنسان. الاسم العلمي للمناخير المنخار، والمنخار يمتاز بان هو ليه فتحتين اللي هم دول، وفي شعيرات داخل المنخار. المنخار ده بيبقى موجود معانا، ومعانا الاذن اللي هي الودنين، ومعانا الحنجره. هنتكلم على المرض اللي ممكن يصيب المنخار لما يجي لنا برد او انفلونزا او تعب. نبتدي بالليل واحنا نايمين نعمل صوت، والصوت ده ما بيقالش كويس، نفس وبعدين الصوت، نفس وبعدين الصوت، لان بيبقى البق مقفول فالصوت بيطلع من المنخار فبيأثر ده بيتعب زوجتك، بيتعب اولادك، بيتعب جيرانك في كل المنطقه. يعني انت ممكن تبقى مثلا في الدور الاول واللي في الدور ال 19 سامع الصوت. بالنسبه للاذنين يا جماعه، في الاذن اللي هي الحصاوي. الاذن الحصاوي دي بتبقى واحد في المليون. الاذن الحصاوي دي بتمتاز بان هي طويله وبتيجي من الطرف اللي فوق كده، بتبقى عامله زي السن، يعني عدم المؤاخذه انا اسف، يعني ساعات احنا نقول ايه الحمار ده حصاوي، اللي هي النتيجه لودنه اللي هي ده. عشان كده انا بقول لكم دي بتبقى واحد في المليون او واحد في 2 مليون او واحد في 3 مليون. هنخش بعد كده على الحنجره. الحنجره دي بيبقى في انواع مختلفه من الحناجر. في حنجره حنجوريه، ودي بتبقى عند لمؤاخذة المطربين بتاع الأوبرا. طبعا كلكم بتسمعوا أوبرا وتسمعوا مطربين الأوبرا. أنا شخصيا ما ببقاش فاهم هم عايزين يقولوا إيه، بس ببقى سعيد بيهم. كله عمال يبقى حنجوري، الست حنجورية، الراجل حنجوري، بس ما فيش أي مشكلة. أو عند الشباب اللي بيشتغلوا في القهاوي، اللي هم بيرصوا الحجارة بتاعت الشيشة، ليه؟ يقول له يا عم يا حنجوري هات لي حجرين، حنجوري وحجرين، يعني ماشيه الحكايه مع بعضيها. الاخ صاحب المنخار ده كان دايما يحب يحط صباعه جوه هنا ويلعب دايما كتير جدا، اللي احنا دايما نقول لك الله في ايه يا عم؟ انت بتلعب في مناخيرك مسافات طويله؟ يا عم بالراحه مش كده، ما انت ممكن تعمل جرح، تعمل مشكله. الاخ ده وهو عمال يعمل الحكايه دي من فوق من جوه الفتحتين اتفتحوا على بعض، بقت فتحة داخلية واحدة، دي اللي بتسبب الصوت اللي احنا دايما نسمعه واحنا نايمين. في مشكلة تانية ان في شعيرات هنا، شعيرات اللي هي جوه المنخار بتبقى من جوه، الرسم هنا يوضحها عامل زي غابات السافانا اللي هي موجودة في المناطق الاستوائية. غابات السافانا دي حد ممكن يقول لي دي مثلا دبب اللي هي الدبة، يعني اقول له لا يا حبيبي، الدبة وقعت في البير وصاحبها واحد صندوق، ده مش موضوعنا وانا ما احبش اخرج عن الموضوع. دي عبارة عن حشرات وطفيلات صغيرة جدا عايشة بجانب الشعر اللي عامل زي غابات السافانا وبيلعبوا كورة. الكورة دي اسمها كورة ثلاثية، وهنا الرسم التوضيحي انا طلبت ان هم يصوروه من الاستاذ جمال، قلت له اعمل لي صورة كبيرة جدا، فعملوا صورة كبيرة جدا بنشوف اللعبة الثلاثية. اللعبة الثلاثية دي اتمنى ان هي تبقى في كل الاندية بتاعتنا. وطبعا زي كل حلقة انا ببقى عامل مفاجأة، الحقيقه النهارده دي مفاجأة هتبقى جامدة جدا بالنسبة لكم. مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ كويس؟ الحمد لله كويس. اسم حضرتك ايه؟ اسم احمد اللاحي. احمد ايه؟ اللاحي. اللاحي، الحروف داخلة على بعضيها مش متناسقة. حضرتك شغال ايه يا استاذ احمد؟ مطرب. الاستاذ احمد كان شغال مطرب من المطربين اللي هم بيغنوا في الاوبرا، كنت في الاوبرا؟ كنت بغني في الاوبرا. فين؟ في الاوبرا. طبعا الاوبرا طلع زي الابره،
ده يا عيني من ان هو حصل له حادثه، كان صوته قوي جدا، حصل ان هو كان بيغني في فرح شعبي ضربوه بالكراسي، الاحبال الصوتيه عنده 4 احبال اتقطعوا، اتبقى حبلين بس، والحبلين يعني على الاواخر يعني فاضل سنه والاحبال تقطع. احمد مطرب عاطفي، وانا هسمعكم صوته عشان تصدقوني بنفسي. تحب تغني لمين يا استاذ احمد؟ لحبيب قلبي قاسم. قاسم مين؟ قاسم الساهر. اتفضل قاسم الساهر. الاستاذ احمد الراعي هقدم كوبليه لقاسم الساهر، اتفضل. طولي احبك بيتك وشمتي بغير حبتي لن اكون. بس 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 استنى استنى لو سمحت، قرب بس، قرب شويه كلوز عليه. هنبص نلاقي عنده فتحه في المنخار كبيره وعنده فتحه صغيره، ولو ركزنا اكتر فيه بيج بيج كلوز يعني هنلاقي فيه حيوانات اللي هي بتلعب اللعبه الثلاثيه في غابات السافانا زي ما احنا قلنا. بنشكر الساده المصورين وننزل على الحنجره. افتح بقك يا حبيبي، برضو لو تبصينا من جوه من اعماقه هتحس ان فيه 4 حبال مقطعه. شكرا شكرا للاستاذ زيدو، ونرجع خلاص خلاص. استاذ احمد يا ريت تغني لنا اغنيه ثانيه. تغني لمين؟ لنانسي عجرم. هنسمع اغنية لنانسي عجرم من الاخ احمد الراعي، اتفضل. بس بس بس، حلوة قوي قوي، حاول عشان ما نشخبطش في العيادة ونعمل مشاكل، متشكرين قوي. وبعد اذنك هقول لهم كلمة بس. اعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. عدنا من الفاصل ونواصل. وزي ما انا عودتكم ان انا دايما اثناء الفاصل بنام اخد لي تعتيله كده، بس الحمد لله ما طولتش. انا شاكك انها غيبوبه، ممكن تكون بتجي لي غيبوبه، انا بشوف دكتور متخصص اكثر. المهم ده مش موضوعنا، ودلوقتي نستقبل مكالمات من الساده المشاهدين، ومعانا المعلم برومه. ايوه الو. احلى دكتور والنعمه يا معلمنا يا معلم الطب الكبير. عندي مشكله في البلغم، لما بتف البلغم. يا عم يا عم برومه، بتتف ايه بس في بلغم؟ ايه قول بلغوم بلغوم يا عم، انت الناس بتقرف. كل اللي تقوله يا باشمهندس الطبابين حضرتك، انا لما ببصق البلغوم بتاعي بلاقي لونه اخضر كده، وساعات بلاقيه مخضر برضه. ده ليه كده بقى دكتوره؟ دكتوره مع العلم اني ما بشربش غير معسل بس. بص يا معلم برومه، البلغوم بتاعك، انا مصر اقول بلغوم مش هقول بلغم عشان الناس بتقرف. البلغوم بتاعك لما يوصل لمرحله ان يكون مخضر يبقى فيه مواد سامه وبكتيريا، فانا بنصحك دايما ان انت تبلع ريقك، ما تطلعوش بره، وبلاش تتف خالص. ومعانا اتصال تاني من الست ام عبير. الو. انا عندي حته حنجره جامده قوي وبعرف اغني، ومحتاجه فرصه تسمع فيها حنجرتي وتكلم لي حد من البرامج اللي حواليك وكده، ولا كده ولا كده. تغني يا ست، ده عسل صحتك مش برامج اغاني. حنجرة قوية، صوت مميز، والفرقة اللي معاكي ممتازة. يا ريت تجي لي العيادة انت وفرقتك عشان عندي طهور الأسبوع الجاي. معانا تليفون تاني من ناني. ألو. أيوة يا دكتور، أنا مش قادرة أتكلم خالص، حنجرتي هتموتني وبتحرقني قوي يا دكتور. حنجرتك فيها حرقان كده؟ قولي لي، ساعات بتبلعي حاجات ناشفة كده من غير ما تاخدي ريقك؟ ساعات يا دكتور. ليه؟ حنجرتك الجميلة دي اتجرحت بسبب الحاجات اللي انت بتبلعيها، في مشكلة تاني؟ ساعات ببقى مستعجلة فببلع بسرعة يعني، طيب اعمل ايه؟ بص لحضرتك، انت تحطي حاجات ساقعة في بقك وتدلكي منطقة الحنجرة، وبتجيلي العيادة عشان انا اشوف ايه اللي عندك. انا جايب لكم كريم بتاع الانف اللي هو المنخار. الكريم ده لو انت دعكته في منخارك بعيدان خشب تكون طويلة، يعني حوالي مثلا متر او متر ونص ولغاية جوه، الفتحات عمرها ما تبقى فتحة واحدة ابدا. وجايب لكم كمان احبال صوتية. الاحبال الصوتية دي عبارة عن احبال بقري لا يمكن انها تتقطع، سواء غنيت اشتغلت في قهوة عملت اي حاجة. الاحبال الصوتية دي مع الكريم، وجايب لكم بقى مصفي الطماطم هدية مجانا من غير ولا مليم.
ولو حد منكم اتصل دلوقتي على الهوا في حاجة مميزة من النهاردة لغاية حوالي شهرين على الهوا، ان انا ممكن اعمل له عملية تكبير او تصغير لمنخاره مجانا. كل الحاجات اللي انا جايبها لكم دي سعر الشحن ثابت اينما كنت. شكرا ليكم، ويا رب تتصلوا بينا وتاخدوا الحاجات دي. ودلوقتي نبص على احمد الراعي حبيبي واشوف ايه اللي حصل له. ها يا احمد، ايه الاخبار؟ تمام تمام. يعني انت كويس؟ تمام. يعني العملية خفت؟ تمام. يعني هترجع تغني؟ تمام. دي قازم الساهر؟ تمام. لا، في حاجة مش تمام. هو عملية تمام 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 تقريبا. انا استوردت حبل واحد من الاحبال الصوتية مش اكتر منش كده، فدي مشكلة جامدة جدا. محدش يقول له، لانه ممكن يطبق في دمارة، وانا هسيبه دلوقتي يعيش حياتي ومحدش يقول. تمام 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 تمام.